هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده رجعت لكم بفكره حلوه قوي وعجبتكم السنه اللي فاتت. مثلا لو عندكم اللي هو كراسه كده، الورق بتاعها مش قوي، فتعالوا نزينها سوا، نزين الصفحه او تزينوا النوت بوك زي ما عايزين براحتكم. وهستعمل هنا قلم يوني بن 0.7، واهو اتفرجوا وهعمل كده. وقولوا لي يا جماعه لو عايزيني هطلع اقول لكم ايه الالوان في مصر او الوان الخشب عامة والأنواع، ايه أحسن نوع وكده، تقولي في الكومنتس وأنا هعملكم. أهو كده هنعمل خطوط وهنسيب طبعا سبيس ما بينهم، وهنعمل تو لاينز أهو كده. بعديها هنرسم فرع كده ونطلع منه ورق شجر، وطبعا وهنعمل واحدة تانية فوق. مكان السبيس ده مكانه اللي هو هنرسم الورق الشجر او كده. بعدين ممكن طبعا انتوا تلونوها بالوان خشب زي كده او كده، الوان في الماستر براحتكم. فاهو انا هلونه بالالوان في الماستر سوري قصدي الالوان الخشب، ولونت لون اخضر وطلعت برضو القلم الاسود عشان لو في من الفروع اللي من جوه ابقى ازودها اتقل عليها يعني. اهو وهلون التانية برضو. دي ممكن تزينوها للنوت بتاعتكم، وهوريكم اشكال نوتس حاجات كده برضه عشان تشوفوه. بس هو ده الشكل، ريزلت في الاخر تحفه. لو عايزين الصوره ثابته روحوا هناك على انستجرام، هكون منزلها لكم. بصوا زي كراسه زي كده، نوت بوك زي كده، وبس كده.